السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. الزواج هو أكبر خطأ يرتكبه الإنسان. أقول نحن كما يبدو لسنا بشرا بمعنى الكلمة، نحن مجرد أجساد مقموعة تخترق نسيج هذا العالم الشفاف، بحيث أصبحنا نرى العالم بثياب إمبراطور فاخرة، هو في الحقيقة إمبراطور عاري تماما ولا يرتدي أي شيء. هذا الأمر راح نكتشفه عندما نرى وردة مثلا، أو نتمشى في غابة أو في حديقة عامة. إحنا ما نفعل أثناء ذلك أي شيء إلا أن نتذكر قدر المستطاع طبيعتنا المفقودة، اللي يعني بأنه إحنا صورنا العالم في أسجة، وجعلنا الطبيعة اللي إحنا لا نستغني عنها بأي شكل من الأشكال، يعني ما نقدر نستغني ولو ثواني عن هواء هذه الطبيعة. حولنا هذه الطبيعة إلى مكان محاصر، أو سيجناه وقولبنا هذا الشيء، إنما أصبح العالم، وأصبح عالمنا الخاص هو العالم الذي نعتقد أنه الحقيقي، بينما العالم الحقيقي هو أن نعيش ضمن الطبيعة، وليس نضع فاصل بيننا وبين هذه الطبيعة اللي أصبحت، اللي كان مردودها أنها أصبحنا نفقد طبيعتنا الأصلية، أو طبيعتنا الطبيعية كما يقال. يجب أن نذكر هنا أن الأمر اللي راح أتحدث عنه ما يتعلق لا بالحكام ولا بالكهنة، إنما يتعلق بهاي الغشاوة اللي ما زلنا نرى بها العالم، ويجب أن نرفع هذه الغشاوة. بالتالي ما نراه هو مستعار ولا يعود لنا، لأننا دمرنا أنفسنا بقيم يعني يبدو سرية أو غير معلنة أو لا نشعر بها. هذه القيم هي قيم فاسدة تصب دائما في لصالح الاقتداء والإذعان والامتثال والتجنب إلى آخره. إحنا بالتالي ما ندرك العالم مثل ما تدرك الزهور والأطفال. حتى القطط النائمة تشعر بالعالم بطريقة أجمل عندنا بكثير. من هو يجيد النوم أو اليقظة مثلهم، يعني مثل الطفل الصغير؟ من هو مرتاح باله ومسترخي بطريقة مذهلة مثلهم؟ إحنا فقدنا هذه الاستجابة الطبيعية، ويفترض بنا أن نغار بشدة منهم ونحاول نتشبه بهم ونقتدي بهم، وليس أن نقتدي بمن يجعلنا أشداء وقاسي القلوب. الغيرة هنا مفيدة جدا أعتقد، إن تعلمنا كيف نعود إلى طبيعتنا ونرى العالم دون غشاوة مزيفة. الزواج وحدة من هاي الأشياء الخطيرة اللي أحب أتحدث عنها. أنا أشوف أن هذا الزواج كمؤسسة إنسانية هو أكبر خطأ يرتكبه الإنسان. يعني لو احنا افترضنا بان هذا الزواج غير موجود، ايش راح يصير؟ انا متاكد اغلب اعمال المحاكم والمعابد تتوقف فورا، راح نخلص من ما لا يحصى من الافلام والمسلسلات والروايات السخيفه والقصص المآسي بين الرجال والنساء والعوائل والخلافات بين معظم مشاكلنا، خاصه كمجتمعات شرقيه 90% من مشاكلنا راح يعني تختفي. مشاكل هاي العوائل والابناء والمراهقين والمراهقات وقضايا الثأر والشرف وهاي الامور كلها، والحجاب والصحيح والخطأ والحلال والحرام، هذه كلها تنتهي. لا تشوفوا لكم المجتمعات الغربيه المتقدمه، هاي مشاكل مال مجتمعاتنا يعني لا أبالغ إذا قلت 90% من عندها ما موجودة. ما موجودة مو بس بالحياة اليومية أو بالمحاكم، لا حتى ما موجودة في الأعمال الفنية. عاد أشوف أفلامهم، شوف مسلسلاتهم الغربية، ما عندهم هاي المشاكل اللي نعيشها. كل واحد حر بنفسه ويتصرف كما يشاء، وباحترام مع احترام الآخرين. ربما راح يقول واحد إنه ما هذا حديث يا رجل، يعني أنت تحدث عن الزواج وأكبر خطأ يرتكبه الإنسان، انت قل بصريح العباره انت تريد تنشر الفوضى الجنسيه وتريد تسوي مشاعر جنسيه بين الناس. هذا طبعا كلام خطا وادعائي نشره الكهنه والقضاه والسياسيين والحكومات، لان مصالحهم كلها مرتبطه جوهريا بمؤسسه الزواج، بل انه ما كان هاي المؤسسات كلها كان توجد لولا فكره الزواج. يعني لا توجد علاقه، بالتالي
بين المشاعر الجنسية والزواج. الزواج شيء آخر ما له علاقة، الزواج هو مو قضية جنسية، هي يعني هو أكو فهم مخطوط. هم قالوا الزواج لحل المشكلة الجنسية، لا ماكو أصلا مشكلة جنسية، هي المشكلة الجنسية أصلا هي نفسها مختلقة وغير طبيعية، بالتالي الزواج مو حل لمشكلة جنسية، لأنه كما قلت هو أصلا هي ما عنده مشكلة جنسية، الكائنات جميعا تمارس الجنس بشكل غريزي، وحتى تربي صغارها وأولادها بالغريزية أشد، وشوف الأب والأم واثنينهم حريصين على أولادهم بشكل غريزي، ما يحتاج لا مؤسسة ولا يحتاج أي شيء. بالتالي أنا أشوف أن الصداقة بين الرجل والمرأة هي أعظم هبة في الوجود، يعني أنا أعتقد بأن الصداقة هي أكبر من الحب أو أهب من الحب اللي عادة ما ينشر رجال الدين ورجال المجتمع أو الواصل المتنفذين، دائما نشوفهم ما يتغاضون عن قضايا الحب، رغم أنه يعني استغرب مرات يقول لك هذا شو ما يدير بال، ليش؟ لأن الحب هو يخدع الناس ويخليهم يتزوجون، لكن عندهم حدود للحب، الحب ما يصير قبل الزواج إنما بعد الزواج، فهاي المسألة دائما يحاولون يراقبوها حتى يستمر تكاثر البشرية، لأنه ما راح ينجح أي شيء إذا إحنا الزواج ما أدى إلى تكاثر البشري. إذا لاحظنا العلاقة بين الصداقة والحب راح نكتشف بأن المتزوجين القدماء زواجهم ما راح، يعني اللي زوجوا بعد سنوات زواجهم ما راح يستمر على الإطلاق إلا إذا نشأت صداقة بين الزوجين. معنى المعنى أن الزواج أصبح كمؤسسة مو هو المهم، أصبحت الصداقة بين الطرفين هي المهمة، يعني بالضبط كما الصداقة مع شريكك، شريكك في العمل هو نفس شريكك في الحياة، شريكك أو جارك، فجمعك بينك وبينهم الصداقة، وأيضا جمعك الصداقة يعني زوجتك اللي هي اسمها الرسمي زوجة، لكن هي بالحقيقة هي صديقة، لانك انت مستمر وياها وعايش وياها وما تقدر تستغنى عنها، لانه انت تعودت عليها وهي تعودت عليك، وانتم نشأتوا سوا تتعاونون سوا بكل التفاصيل. فمن هنا نكتشف بان الزواج هو اكبر خطأ يرتكبه الانسان، واحنا عادة نغش نفسنا لما نقول ان هذا الزواج ناجح، الحقيقة هو ما ينجح بين اثنين الا اذا تخلوا عن صفة هاي الزواج الشرعية بيناتهم، اي يعني ينزعون هذا زي الزواج القبيح عن روحهم ويرتدون زي الصداقة اللي ما يعرف إلا المحبة الحقيقية والود المتبادل. فحتى لو يعني لو نلاحظ حتى إذا حصلت مشكلة بيناتهم لاحقا، فهي بسبب بقايا القيم اللي زرعتها مؤسسات الزواج في نفوسنا. مثلا رجل عاشر امرأة أخرى واكتشفت الزوجة المغدورة الأمر، طبعا راح تحترق الدنيا بيناتهم، وهذا وهم، لأن المشكلة بمعاشرة الرجل لامرأة أخرى، يعني وين المشكلة؟ يعني لا عاشر رجل امرأة أخرى أو مرأة عاشرت رجل آخر ما راح تنقلب الدنيا، بالعكس أنا أشوفه أمر مفيد وضروري لدرجة أنه يجب تعلمه وتعليمه ونشره، يعني خلي تروح عندك صديقة أو كذا، خلي تروح مع رجل آخر أو تنام مع أو أنا أنام مع امرأة أخرى، هاي قضية ما لها علاقة بالزواج. احنا ممكن نعود احنا لان حياتنا مشتركه، لان راح نشوف بعضنا مستوى اخر، يعني احنا ما راح نكون مستوى العلاقه بيني وبين شريكي في الحياه هو يعني شلون اقول، يعني ما راح اشوف شلون شويه ما راح اشوف انه هذا الموضوع الجنسي هو المستوى الأساسي الوحيد الذي يربطني بهذه المرأة، لا، المستوى اللي يربطني بهذه المرأة هو حياة مشتركة، أفكار مشتركة، يوميات مشتركة، تعاون، تبادل منافع، تبادل أفكار، تبادل مهمات، تبادل يعني واحد يكلف الثاني بأشياء يعتمد على الآخر، اعتماد متبادل، تعاون مستمر. هذا مو الجنس، الجنس هو جزء صغير من الأجزاء التي يجب أن تكون موجودة بين الرجل وامرأة، وهذا الشيء الطبيعي. أما إن يعني أن يكون التغيير ممنوع، تغيير على أي مستوى ممنوع، فهذا ما راح يحول المجتمع إلى
إلى قالب متكلس وما عديم المعنى. ربما راح يقول البعض لا، أنت راح تروج مفهوم الخيانة يا ديوث وما إلى ذلك. أقول له لا، انتظر، مفردات الخيانة والديوث وأمثالها ما يحق لك تطبيقها على واحد غيرك. هاي مصطلحات وضعت في رأسك وصدقت بها بس ما تخصني. أنا عندي صديقة مثلا أو حبيبة، ما الذي يعني شو اللي سمح بهذا الشيء؟ هو حرية اختياري للمرأة، وهاي الحرية ما ممكن لأي دين أو معتقد أو قانون سلب هاي الحرية من عندي. هاي كلها أصلا جميعا وضعت حتى للتحكم بحريتي إلى حد، إلى أبعد حد ممكن. وهذا بالمناسبة هو سبب يعني حتى إذا بالغت أقول 99% من حروبنا ومشاكلنا عبر التاريخ. الصداقة بأشكالها كافة لا تنشأ بين اثنين إلا بشرط الحرية، الجنس بالتالي والحب ومشاكل لا علاقة لهم مباشرة بالصداقة. إنما العلاقة ما تنجح إلا بشرط وشروط صداقة ومودة وتفاهم. الصداقة هنا تصير وسيلة وليس غاية، أي تصير وسيلة مفهومية اللي بهدف تحسين شروط الحياة وتبادل المنافع والأفكار والأشياء بين اثنين أو جارين أو حتى بين شعبين أو دينين. أما الجنس والحب فهما غاية إحنا نبحث عنها، وهاي الغاية تنقضي عندما تتحقق سواء بعد قليل أو حتى بعد 1000 عام. من هنا القضية، وين أرجو أن واحد يفهم وجهة نظري المستقبلية مو عن الواقع. أنا ما أقول الواقع يصير بهذا الشكل، لكن مجرد نفكر بالقضية، تحويل الجنس بالتالي إلى وسيلة ما صار إلا بسبب نظام الزواج وليس العكس. يعني ما صار الزواج حتى ينفذ الجنس، لا، هو الجنس أصبح وسيلة لتبرير نظام الزواج. ما حاجة الناس بالتالي لشراء الجنس وتحويله إلى بضاعة؟ يعني شنو الداعي لها إذا ما كان هناك منظومة للزواج؟ يعني أصلا إنه الدعارة، انتشار الدعارة وانتشار الفساد الأخلاقي هو بسبب الزواج. يعني مو بسبب إنه أكو واحد يمشي غلط، لا، هو ليش هو ماكو غلط أصلا. يعني واحد يمارس الجنس مع شخص امرأة تعجبه مثلا، فأنت ما راح تجي تقول عليه هذا فساد، لأنه أصلا هو ما وجد الفساد ولا الدعارة إلا بسبب وجود مؤسسة الزواج، لأنه هاي الزواج يكتم على الأنفاس. الزواج بالتالي هو المتهم، هو أصل البلاء، هو أكبر مصنع لإثارة المشاكل وتدمير لذة ومتع الحياة البسيطة الجميلة اللطيفة. وهاي المشاكل المصيبة بها مشاكل تتوالد وتنشطر إلى ما لا نهاية. بعضها راح يتعامل مع الزوج مثلا، مع الزواج يعني يتحول الزواج إلى مؤسسة أو منظومة تجارية ودينية وتكاثرية وحتى كمية. فإحنا ما زلنا يعني تاريخنا بأكمله، وإحنا نسمع من قرون يعني من آلاف السنين مشاكل تعدد الزوجات، وهذا النقاش اللي ما ينقطع حولها، فضلا عن الزيجات السرية، أنواع الزيجات، ما هو الزواج الجائز والزواج غير جائز، وهل إن هذا الزواج شرعي أو غير شرعي. وهذا طبعا شوف اللي تفتح صفحات التواصل راح تلقى حديث لا أول إلى ولا آخر عن هاي القضايا. والبعض يقول لك لا هو هيك هذا شائع شرعي وذاك لا، وهاي قضايا كلها ما صارت إلا بسبب اختراع فكرة الزواج. هي هاي كل المشاكل، يعني حتى تعطلت الزواج خلق حاجز بين البشر، بين اني وصديقي مثلا اللي ادى زوجه وادى اولاد وادى ابناء وبنات، ولا يخشى من عندي، خاف انا اجي اقعد يمه واتحدث مع زوجته او حبيبته او بنته يقول لك لا هذا خطر. من خلق هاي المشكله؟ هاي المشكله خلقها نظام الزواج، النظام الاجتماعي الصارم اللي يعني انهك الحياه وحولها إلى عملية صراع مستمرة حول قضايا هي طبيعية جدا، وهي أنه كل إنسان من حقه يبيت مثل ما يأكل ويشرب يمارس الجنس. هاي القضية كلها،
ما راح تنقلب الدنيا اذا مارس الجنس مع امراه يحبها او تحبها، او حتى المراهق اذا مارس الجنس، بالعكس هاي تعطيه خبره ويطلع على جسد المراه ويكتشف هذا العالم الجميل، ومع الوقت راح يتدرب ويتقن فنون الحياة وفنون الحب وفنون الجمال وفنون والذوق، يعني يصير عنده رهافة بالذوق وعنده أناقة بالسلوك والتصرف والتعامل مع النساء، حتى هو يبدأ يحترم الآخر مهما كان، يعني أي سواء كان مرأة أو طفل أو يفهم العالم، يصير جزء من العالم، ما يصير بينه وبين هذا العالم حاجز بيني وبين بنت المنطقة، أو البنت اللي تعمل لها بالشركة أو بالسوق، أو البنت اللي وياي بالجامعة، أو أني بالمتوسطة أو بالإعدادية أو ابتدائية أشوف النساء البنات واحد وأنا واحد، يعني هذا سلوك مرضي. يعني أي إنسان عنده شوية ذرة وعي ينظر إلى هذا المشهد بغض النظر، خليه يحط المقدس على صفحة ويشوف ان هذا مشهد مو طبيعي، هذا مشهد مرضي. المقدسات وضعت حتى تبرر هذا السلوك المرضي، ويعني عكس والمقدسات لا اقصد الاسلاميه، معظم المقدسات بالمجتمعات القديمه هي هكذا، دائما تضبط العلاقه الاجتماعيه بين وتضبط العمليات الجنسيه بين الافراد لان كانت اساسيه، الان ما عادت هذه القضيه اساسيه. الان السؤال ماذا عن الحب؟ الحب انا اشوفه مشاعر احنا دائما نحتفي بها كما قلت، ونشجعنا عليها جميعا، حتى الاهل يعني اكثر الناس تشدد يشجعوها، وين ما نروح نسمع اغاني الحب والمحبين ولوعة العشاق، يعني اكتب اي كلمة عن الحب راح تلقى عشرات اللايكات بدون حساب، اي ان المجتمع بالتالي يشجع على الحب، وهذا امر لازم يثير شكوكنا. ليه جميع المجتمعات تستنكر الجنس وتعتبره أمر معيب وسري بينما تشجع علينا على الحب؟ السبب واضح، وهو أن الحب يشجع على الزواج، أي انخراط منظومة هاي العلاقات السلطوية اللي يسيطر عليها منه، هم سادة القوم وأهل الحق حلو العقد أو أولياء الأمور كما تسمى عندنا. هناك أكو حيلة ثانية، دائما تصور للجميع بأن المرأة هي عاطفية أو أن الرجل مو عاطفي، الحقيقة عكس هذا تماما، أن النساء أكثر عقلانية من الرجال بكثير، يعني منو أكثر جنون وعاطفية من شبابنا وعدوانية؟ أقل حكايتين تلقى صار جمرة من نار. ممكن تشوفون إحصاءات عن مدى عاطفية الرجال ومدى عقلانية النساء وصبرهن واستعدادهن للمطاولة والتأمل بروية. المرأة بالعكس متحفظة بطبعها، حتى بالمجتمعات المنفتحة والمتحررة يعني جدا هي متحفظة ودائما تسيطر على مشاعرها بدرجة أكبر من الرجل بكثير، اللي يندفع بجنون بالعلاقات العاطفية أكثر بكثير هم الرجال وليس النساء. اللي شك أنا يعني قلت خليه يروح يطلع على إحصاءات، أنا شفتها بس ما احتفظت بها، ضاعت من عندي. أسطورة الحب التالي يؤكدها اكتشاف المحبين الحقيقة بعد الزواج، وهي أنهم خدعة لا نظير لها ولا مثيل. المشكلة إحنا مع الحب نطبق الآلية العقلية المعتادة نفسها، واللي نستعملها مع مفهومي يعني مع مفهومي الدين والزواج، فماذا نفعل؟ نجرم اللي مشوا طريق الحب ونبرئ ذمة الحب نفسها من الجريمة، يعني نقول الخطأ فيهم وليس في الحب، يعني هم أخطأوا بفهم مشاعرهم وما بذلوا جهد أكبر للتفاعل فيما بينهم. هنا شو يسوون البشر؟ يطلعون من سلطة مزيفة إلى سلطة مزيفة أخرى وكأنهم في دوامة، يعني مثل واحد يقول لك هذا مو الدين الصحيح، هذا وكأنما هنالك شيء دين صحيح موجود، يعني تروح تاخذ تجي وتحط المسطرة وتشوف هذا صحيح لو مو صحيح، ماكو شيء. الدين بمنتهي الدين هو تدين، يعني مثل انه الحب والمحبين، الحب هو مفهوم كلمه، يعني ما ممكن تقول انه مثلا فاكهه، الفاكهه ما تقدر تقول يعني اكو فاكهه تاكل اعطيني فاكهه، تروح لابو البقال تقول له اعطيني فاكهه يقول لك شو تريد؟ اي فاكهه؟ قل اعطيني تفاح، يقول لا ما اريد تفاح اريد فاكهه، يقول ما عندي فاكهه، هذا اسم عام
على قضية لها تجلياتها مثل العنب، التفاح، البرتقال، وهكذا الدين هو مفهوم عام يطلع منه مذاهب، يطلع منه أفكار، يطلع منه تعليمات، يطلع منه أعراف، وهكذا يطلع منه نصوص مقدسة وهكذا. فما ما نقول أنه الخطأ فيهم وليس في الحكم، يعني هذا اللي نقوله وندعي نحاول نقلب الحقيقة ونتغافل أصل المشكلة. النتيجة شنو راح يكون؟ مجتمع ربعه مطلقات، معنى هذا هن بدرجة اجتماعية عندنا، وأطفال ماكو أحد يعرف مصيرهم، يعني الناس راح تقضي عمرها هم يتقلبون ذهابا وصعودا ويدحرجون ذهابا وصعودا بين 3 دوائر: دائرة السلطة والدين إلى دائرة الزواج إلى دائرة الحب وإلى يوم الدين. يعني هذا أي مصير أسود وسيء الناس تعيشه وما زالت تعيشه، ويجب وضع حد إليه. أنا ما أقول إنه هذا كلامي يطبق الآن، لا، ولا أقبل أن يطبق الآن، لا على نفسي ولا على أهلي ولا، لكن أنا أقول إنه يجب التفكير بعمق لهذا الموضوع. من شروط هاي يعني النتيجة، قلت كما قلت، إنه النتيجة مجتمع أغلبها مطلقات ومطلقين وناس في حالة ارتباك اجتماعي، يعني ثغرات اجتماعية لا أول لها ولا آخر، وهاي تولد طبعا أشياء أخرى ماكو داعي واحد يشرحها. الخلاصة، الحب خدعة ضرورية يمارسها جميع أفراد المجتمع، وفائدته هو بالنهاية تشجيع النساء والرجال، البنات والبنين، على إنجاب الأطفال. ومن شروط هاي الخدعة أنه يمنع الاتصال الجنسي قبل الزواج، وهنا يحدث الخلاف في الآراء. بعض المجتمعات يتزوج أفرادها دون حب، وطبعا هذا المفارقة صار أصبح أمر مستهجن، يعني الآن قليل يقول تزوجت بدون حب، شنو التقليدي؟ بينما مجتمعات أخرى تفتح يعني أو تمنع فترة شرعية للخطوبة، ويعني يتعرف بها الزوج على زوجته المقبلة. أنا ما أعتقد أن أي إنسان منصف ينفي آثار الزواج السلبية الخطيرة، واللي هي ما عادت تقارن بحسناتها المزعومة، واللي هي ما تنتسب إلى بالضرورة. هاي الحسنات لا تعود إلى الزواج، إلى منظومة الزواج نفسها. السؤال، قلت تعود إلى منظومة الصداقة اللي هي تدخل تعالج الموضوع واللي احنا خلينا عنها من البداية. السؤال الآن، إن كان هذا النظام بهذا السوء، ليش ما نتخلص منه؟ جوابي اللي أعتقد إن احنا ما نمتلك لحد الآن حق العمل بنظام آخر، وما عندنا حرية اختيار النظام اللي كل فرد يرى مناسب ومريح إله. احنا بالنتيجة مجتمعات تتنوع أشكال ممارسة السلطة داخلها، يعني اما وهاي الاشكال السلطه متنوعه جدا، وتبدا مباشره يعني من السلطه المباشره المعلنه، وما تنتهي بسلطه رجل الدين وسلطه المعلم على اطفالنا وسلطه الاب والام والاخت والعشيره والقبيله. هاي كلها سلطات غامضه، حتى سلطة اللغه ايضا لها سلطه علينا. هذه كلها سلطات غامضه غامضه تمنعنا من البحث عن بدائل ناجحه، وهاي نتاج طبعا تاريخ بشري مأزوم وعنيف، بل تاريخ وحشي جدا. كانت في أغلبية البشر عبارة عن قطعان تسطو بعضها على بعض الآخر بحثا عن مكان آمن والغذاء الوفير. يعني ما المجتمعات القديمة ما كان تستطيع أن تعيش ما عندها اكتفاء ذاتي، فلا بد أن تسطو وتغزو الآخرين. وهذا كله أنتج منظومة الزواج ومنظومة السلطة ومنظومة الأديان بأكملها. مشكلتنا بالتالي بعصرنا الحالي أننا ما زلنا نعاني من سلطة القوة نفسها اللي ابتكرت هاي المنظومات الاجتماعية القديمة المتسلطة. فمثلما ورثنا عاداتنا وأدياننا، ورثنا معها وياها قادتنا وأحفاد ممثليها ومن ابتكرها قديما أو الطبقة التي أنتجتهم. يعني لاحظ الآن معظم المتحكمين هم أولاد هذه الطبقات المتحكمة، والتي تعتبر نفسها من ذوات أو ذوي الدم الأزرق. مشكلة، أنا أعرف راح يحتجوا كثيرا على هذا الكلام،
مشكلة هؤلاء نقول أنه من يحتاج أنه يثبت عبوديته وخضوعه لهذه السلطات باستخدامه. ايش راح يستخدم؟ راح يستخدم منطقها نفسه بتبرير ممارساته، يعني ما راح يكون عنده خطاب خاص به، راح يتحدث بخطابها اللي هو تلقن عليه منذ الولادة. فعندما أنا راح أسمع خطابه اللي يحتاج، بالتأكيد راح أقول شوف هذا خطاب المؤسسات نفسها اللي لقنتنا جميعا عليها وخلتنا نتحدث بهذه الطريقة، منها عبارات ديوث وأسوي قصة، وأنت كذا وأمك أختك خالتك، فراح يتحدث بهاي اللغة اللي أصبحت سمجة ما لها علاقة بعقلية الإنسان المعاصر اللي يحترم نفسه ودائما يحاول يفكر ويجد حلول لمشاكله ومآزقه بعيدا عن الأشياء الموروثة والجاهزة التي ما عاد بالإمكان تقبلها بدون تفكر وتفكير وتمحيص وتحليل وتفكيك شديد طبعا. الزواج بالتالي هو منظومة لنشر الكراهية وليس لنشر الحب، ولا يؤسس للحب. الزواج لا يؤسس للحب، يؤسس للعبودية ولا يؤسس للحرية، يؤسس للطاعة ولا يؤسس للحوار، يؤسس لسحق الشخصية الإنسانية وفرص الإبداع الفردي بدلا من أن ينهض بها، بدلا من أن يجعلها تتفتح في بيئة يعني رحبة وشاسعة وبها كل الاحتمالات، وهذه البيئة الجميع يتواجدون بها ويفعلون ما يرغبون في النور وليس في الظلام وليس تحت هاجس الخوف وشبح الخوف. لاحظوا مثلا كيف يتحدث أولياء الأمور عن الزواج، هم ما ينتقدون المنظومة اللي خلقوها بأنفسهم، بل ينتقدون من يسمونهم الأزواج. يعني حتى أن الجميع مثلا يتحدثون عن زواج فاشل ومشاكل زوجية، ويتحدثون عن انتشار ظاهرة الطلاق ومشاكل ورثة وحقوق الزوجية والمهر والصداق والأيتام وزوجة أب وأم وخيانات زوجية والزنا وعهر وفساد أخلاقي وفاحشة جنسية وزوجة ثانية أو عشيقة وزواج مسبار. هاي كلها كلمات قاموس هائل، كلها جزء لا يتجزأ من حديثنا اليومي. الحقيقة هي كلها عبارات، كلها قاطبة عبارات تهرب من مواجهة الحقيقة، تحاول أن تجمل الواقع وتقول لنا ضمنا ودون أن نشعر أمران. أولا أن منظومة الزواج أمر حتمي وجزء لا يتجزأ من طبيعتنا البشرية. ثانيا أن المشكلة لا تتعلق بالمنظومة بل بالإساءة لها، هي نفس جماعة التنمية البشرية، نفس المنظومة. الدين دائما، الرجل دائما يقول لك أنتم ما طبقتوا الدين، عندكم المشكلة بيكم كأفراد. يعني ما يحمل نفس المسؤولية، يحمل المؤسسة مالته، يحمل المسؤولية للأفراد لأنهم لم يتبعوا. وهكذا جماعة التنمية البشرية، ليش الحكومات شجعت التنمية البشرية؟ لأن دائما يقول لك أنت عندك قدرات خارقة، لازم تنتبه على نفسك ولازم تقاوم وتكافح، بطريقة خفية أنت ما تشعر بها. إنه هم ماذا يقولون؟ يعني المضمون، يعني النسق وين يتوجه؟ يتوجه لأنه العلة مو بالحكومات ولا بالسلطات السياسية، العلة بيك أنت. أنت عندك قوة خارقة ما مستغلها، أنت المذنب مو. فهكذا نفس الفكرة، فكرة الزواج ومؤسسة الحب هي نفس الفكرة، المشكلة بيك أنت، الحب مالتك مو صحيح، أنت حب تملكي ويسوي لك قصص. وكذلك الزواج، أنت ما أديت حق الزواج. ويعني دائما أكو نوع من الانحياز التوكيدي الجاهز الذي دائما اللي ما يخاطب الذهن والشخص نفسه، إنما يخاطب أو يحاول يحافظ على القطيع كما هو. هذا الأسلوب بالمناسبة قلت نتبع كل تفاصيل حياتنا، وهذا مو اليوم البارحة، من آلاف السنوات. ودائما نقول كما المشكلة بالدين، إن المشكلة مو بالدين، المشكلة بتجار الدين ولا بالعقيدة، نحن أسأنا استعمالها. الغاية ماذا؟ كل كما أشرت هو تهرب من مواجهة صلب المشكلة وتركها على حالها، بس نطلق تبريرات ونظن بالتالي أننا حللنا المشكلة ونروح ننام وثاني يوم تعلق الدنيا، تحترق الدنيا. الفضيحة وين؟ أننا جميعا
نعرف ان ما نقوله مجرد تبرير ما يهدف لاي اصلاح، لاي اصلاح. شلون؟ فمن يقول مثلا ان المشكله بالمتزوجين او المتدينين وليس في مؤسسه الزواج او الدين، ما يقولون تعالوا نعالج المشكله ونحسم الامر، يتركوها معلقه هكذا دون علاج، بس يعطي التبرير ويسكت. ليش؟ والا سمعتوا يوم من الايام ان هاي المؤسسات سوت مؤتمر بيناتها وحسمت جميع المشاكل؟ لا، ما زال الكل يصرخ هذا ليس الدين الصحيح، هذا ليس الزواج الصحيح، هذه المنظومة غلط. مو غلط، إنما الناس هم الغلط، وماكو أحد يعرف أين هذا الشيء الصحيح، سواء دين أو زواج أو أي منظومة كانت، وينه؟ أو المؤلم أكثر إنه ماكو واحد طالب يابا تعالوا طلعوا لنا هذا الدين الصحيح أو الزواج الصحيح أو المنظومة الصحيحة، تعالوا نختبرها. دائما نفكر من الأعلى، يعني عندنا تفكير فوقي، وأنا نحاول أن نجي نطبق الفكرة على الواقع، وليس أن ننطلق من الواقع ونبحث ونحاول أن نشترح أو نؤسس لواقعنا كما هو وضمن ظروفه وضمن مشاكله. معالجة المشكلة أولا بأول، مو نقول هاي المشكلة سببها إحنا، مو المنظومة أو الفكرة اللي خلقتها. وهذا كلها سببها هو احنا مطبعين على هذا النظام عن طريق الدين وعن طريق المجتمع وعن طريق السلطات السياسية، وهذا هو اللي يخلينا دائما نكتشف. لأن الزواج هو مرتبط بالدين، مو مرتبط بالأقارب، هذا وهم، ولا بالمعارف بالدرجة الأولى، لا مرتبط بالدين. وإلا شنو سر وجود رجل الدين بين عائلة تتصاهر مع عائلة أخرى؟ ليش موجود؟ وشنو دخله بالموضوع؟ يعني هاي الكلمة أو الوثيقة اللي راح يوقعها اللي يجي بين عائلتين يقعدون على قنفة أو كنبة ويجي يوقع ورقة، هو شنو علاقته بينهم دول اثنينهم؟ ممكن يسوونها بدون أي شيء، هم شهود، اثنينهم شهود بعد، شنو المشكلة؟ هو يحط هاي الورقة يكتبها، هي ورقة يكتبها، حتى ما قبل ما كان أكو ورقة، بس مجرد كلمة. هو وفجأة تشعر إنه الحاجز بين اثنين جنسيا انلغى، كأنما فعل سحري، وهي كلمة مجرد كلمة. يعني شيء مضحك بالله، يعني هي هاي الكلمة كانت هي اللي تمنع الاتصال بين شخصين حرين وعندهم يعني بيرسوناليتي أو شخصية واضحة. يعني شنو سر سلطة هاي واقعية هاي الكلمة اللي تخرج من شفاه رجل يأتي من معبد ما خصيصا لكي يبيح الاتصال بين الجسدين؟ السر هنا مفهوم، مثل ما قلت هو فرض سلطة المجتمع، وهو نوع من تبادل المصالح بين عائلة جديدة تعلن بأنها ملتزمة ومطيعة، وبين مجتمع يقدم الحماية والدعم الاجتماعي. الزواج هنا يصير اختراع بشري خالص، يعني ما نقدر نكتشف مجتمع بدونه، ولا يمكن أن لأي مؤسسة بالمجتمع أن تتخلى عنه إلا في بعض الدول في العقود الأخيرة. ليش؟ يعني لا بد من اعتراف، اكو حسنات بيها، لكن مو بقدر اللي الكافي، ولانه هو يحل مشكله تربيه الاطفال ويحل مشاكل كانت قديما، طبعا التعاون من اجل الحصول على الغذاء، يوزع العمل بين الرجل والمراه، وبالتالي عائله متكونه من هذا الزواج هي تصير يعني خليه او جزء اساسي من المجتمع ككل، وتصبح وسيله نشر وترسيخ قيم وثقافة الجماعة البشرية وتوارثها. لكن فكرة هذه المؤسسة البدائية من الزواج غير بريئة، لازم نقول هذا، والهدف منها يتعلق بمدى ثقة الأب بأن نسله ينحدر منه مباشرة. وهذه مسألة يربطها العلماء ب يعني مبدأ الصراع الدارويني اللي يبحث فيه الذكر والأنثى عن نسل قوي وقادر على البقاء. هاي أخذتها من كتاب اسمه بلو الإنسان، صفحة 387 كسر 87 هالشيء. وظائف الزواج بالتالي لازم نحصرها بأربع وظائف. أولا إنجاب الأطفال ورعايتهم، وهذا طبعا بالمناسبة يتولى أمرها الجميع، مو الأب والأم فقط مثل ما نظن إحنا، بل إنهم مرغمان على اتباع إرشادات وتعليمات سلطات المجتمع اللي يعيشون فيه رغم أنفهم. يعني هم مشرفين على تربية الأولاد وفقا لقيم المجتمع. الوظيفة الثانية منح الشرعية اللازمة لهؤلاء الأطفال حتى يندرجون بالمجتمع ويمارسون حياتهم.
بس هذا ما يتم إذا ما كان أكو آباء مطيعين يعلمانا شو يعلمونا، يعلمونا ثقافة المجتمع المحيط بهم. وهذا يفسر ليش يعني تقتل أو تنكر بعض المجتمعات الأطفال اللقطاء أو اللي ما عندهم آباء. السبب أنه أن هذا الطفل راح ينشأ دون أن يعرف قيم المجتمع اللي هو فيه. هنا القضية، وهذا مرفوض قطعا من قبل يعني أولياء الأمور أو ذكور الجماعة الكبار. أما الأمهات المطلقات أو أتن أولاد مشكوك بشرعيتهم، فهذني اجتماعيا يعني شرعيتهم، فهذني عانا دائما وغالبا من أسوأ أحوال التهميش والنبذ والتحقير. الوظيفة الثالثة للزواج هي ضبط النشاط الجنسي. يعني كانت المجتمعات الغربية عكس المتوقع طبعا من أكثر المجتمعات تشدد في هذا الأمر حتى يعني القرون الأخيرة أو حتى القرن بداية مطلع القرن الماضي. الفائدة الرابعة أو الوظيفة الرابعة، الزواج بأكبر بنسبة كبيرة منه هو هدفه دمج المصالح مو دمج القلوب. احنا نفهم مو يعني جمع بين قلبين، لا، جمع بين مصلحتين. وهي طبعا تقف خلف دوافع اقتصادية مو جنسية كما نظن. وهو يستخدم بالتالي الجسد الإنساني كبضاعة تباع وتشترى. وهذا يفسر سبب وجود المهر أو الصداق اللي لازم الدفعة مقابل استغناء عن خدمات أحد أفراد العائلة. أكو مثل ألماني يقول بالزواج ما يتزوج الرجل المرأة، بل إنما الحقل يتزوج الحقل، والماشية تتزوج الماشية، والكرمة تتزوج الكرمة، أي العنبة تتزوج العنبة. بالتوراة أيضا إذا شفنا يقول يعني تزوج يعقوب راحيل مقابل ماذا؟ مقابل أن يعمل والديه لفترة من الزمن. بعض المجتمعات الرجل ما يدفع مال حتى تعويض لتعويض خسارة جهد المرأة، بالعكس المرأة هي اللي تدفع. لماذا؟ لأن الرجل راح يتحمل مصاريف تربية الأولاد، تكاليف الزواج، وهي راح تكون باهظة في بعض المناطق. ما يقال أيضا، لازم قبل أن نختم راح أقول أنه ما يقال عن الانحلال في المجتمعات الغربية هو طبعا ادعاء يروق لعشاق المجتمعات القديمة. في مجتمعاتنا دائما يتهمون المجتمعات بالانحلال، الحقيقة هو شكل العلاقة اختلف بين الرجل والمرأة، ما عادت شروط اللقاء الجنسي بيناتهم نفسها. الجنس بين الطرفين مو هو حجر الزاوية أو أساس العلاقة الجندرية بيناتهم، إنما التقارب النفسي والاجتماعي يعني والتخصص والمهنة والتحصيل يعني الوضع الاقتصادي. ولو كان من صحيح أن العائلة الغربية منحلة فهاي الصورة ما لها أي وجود. تصور يعني صور الناس كان يعني هذه الصورة اللي موجودة بذهن مجتمعاتنا الشرقية، تصور الناس كأن الأطفال بالغرب يعيشون في مجتمعات أو في أقفاص وكانتونات متخصصة. هذا الشيء غير موجود وغير صحيح. أعود إلى منطلق حديث وأقول أن الزواج هو أكبر خطأ يرتكبه الإنسان، وأتمنى أن، وهذا لا يعني بالضرورة أنني أدعو إلى الانحلال وما إلى ذلك، إنما أدعو إلى التفكير بليا بالأمر. أكيد أنا عندي نوع من الشطط في بعض الأفكار، لكن لا بأس أن نطرح أفكار وقولوا لي هاي خطأ أبدلها مو مشكلة. وهكذا علينا أن نفكر جليا، لأن النتيجة ما هي النتيجة؟ النتيجة أننا نتخلص من عشرات المشاكل اللي هي جزء خطير من حياتنا، كل احنا يعني نعاني من هاي القضية الخطيرة. على كل حال أشكركم وأشكر أنصاتكم وآسف للإطالة ومع السلامة.